أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد على أهمية التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية بما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرا سموه إلى الجهود الدولية الرامية لتخفيف التوتر في مختلف مناطق العالم عبر الحلول السلمية والالتزام بالمواثيق والقوانين الدولية التي تنص على احترام سيادة الدول وعدم التدخل فيها. وأشاد سمو نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد حفظه الله لدى لقائه بقصر الرفاع بحضور سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان بالجنرال جوزيف فوتل قائد القيادة المركزية الأمريكية بالتعاون والعلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية على كافة الأصعدة، خاصة فيما يتعلق بالتعاون العسكري والدفاعي تعزيزا لمسارات العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين. وخلال اللقاء تم استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والقضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.